السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، اسمي محمد فتح الرحمن الحميدي، وأنا طالب في الوادي المبارك، جئت من شربون جوة الغربية، والحمد لله بنعمته حفظت القرآن كاملا، وإن شاء الله سأقرأ سورة الهمزة برواية دوري الكسائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.